ينضم إلينا مشاهدينا الكرام اللواء تحسين الخفاجي وهو الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة. مرحبا بك سيادة اللواء على شاشة التغيير. وبداية مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم. حياك الله، نهنئكم على هذا النجاح من الجانب الأمني في عملية حماية وتأمين العملية الانتخابية التي جرت في عموم المحافظات العراقية على مدى الأيام الماضية. نريد أن نسأل اليوم إلى متى سوف تستمر هذه العملية الأمنية الخاصة بتأمين العملية الانتخابية سيادة اللواء؟ يعني أولا شكرا لكم على هذه الاستضافة. الحقيقة هذه العملية بدأت الآن مرحلتها الثانية منذ الساعة السادسة وإلى حد الآن. قطاعاتنا الأمنية تقوم بحماية مراكز الاقتراع، لأنه بدأت عملية العد والفرس ورفع البيانات عن طريق عصا الذاكرة، وهذا العمل الحقيقة مستمر، مراقبة ومتابعة جيدة من قبل اللجنة الأمنية العليا. الآن موجودين كلهم في المقر المسيطر في قيادة العمليات المشتركة، يتابعون مع كل محافظات العراق عملية العد والفرز ونقل عصا الذاكرة. خطة جوية موجودة الآن من القوة الجوية وطيران الجيش، طائراتنا بدأت بالتهيئ لاستلام عصا الذاكرة والإقلاع إلى بغداد. هذا العمل الحقيقة كان مبني على تخطيط سليم وعلى دقة في الإعداد، ولذلك الآن احنا يعني بدأنا نكسب نتائج هذه الخطة الممتازة. طبعا اللي ساعدنا أيضا في ذلك هو الجهد الفني للمفوضية. الآن المعلومات والبيانات دا ترتفع بشكل سريع جدا، والبيانات اللي تعلنها المفوضية تشجع في التسريع من خطة النقل الجوي. نعم لواء تحسين، بعد الترحيب بك ثانية، اليوم ما الواجب على المواطن أو الناخب العراقي أن يفعله بعد أن أدى هذا الواجب وأدى ما عليه عبر المشاركة في التصويت وألقى بعدها الكرة في ملعب القوى السياسية والمرشحين أيضا الذين انتخبهم؟ يعني أكيد الناخب العراقي هو أدى الاستحقاق الدستوري، والاستحقاق الدستوري شيء مهم جدا وأدى بكل حرية وبدون ضغط. يبقى على الأخوان اللي تم اختيارهم أن يوفوا بوعودهم من خلال العمليات أو من خلال تقديمهم لبرامجهم، وهذا ما يساعد أيضا في توطيد العلاقة فيما بينهم وبين كل الشعب العراقي. واجبنا هو تأمين أجواء آمنة، واجبنا هو تهيئة هذه الأجواء الآمنة، والحقيقة احنا وفقنا في هذا العمل. تبقى مسألة الأمور الأخرى، هذه مسألة مسائل سياسية مع الأخوان في الكيانات، وأكيد لهم رأي ولهم شأن بذلك. نعم طيب سيادة اللواء، أعلنتم عن بدء الخطة الثانية أو المرحلة الثانية إن صح التعبير قبل قليل في معرض حديثك، هل هذا يعني بأن الخطط أو الخطة الأولى، المرحلة الأولى التي وضعت، تم الانتهاء منها؟ جميع الأمور المحظورة التي أعلنتم عنها تم الانتهاء منها، وسوف يسمح للدراجات بالتجول وسيارات الحمل الكبيرة وما إلى ذلك من أمور قد اتخذتموها في المرحلة الأولى؟ يعني مثل ما ذكرت جنابك الكريم أنه المرحلة الأولى انتهت، ولكن لا زالت الصناديق موجودة في مراكز الاقتراع، ولا زال المركز يحتوي على عصا الذاكرة، ولا زالت القوات الأمنية موجودة والموظفين موجودين. هنا تبدأ المرحلة الثانية، هي مرحلة العد والفرز ونقل البيانات عن طريق عصا الذاكرة. في حالة انتهائنا من هذا الموضوع، وطبعا هذه كلها توقيتات موجودة، راح يتم بالتأكيد إعادة رفع الحظر عن الدراجات وكذلك العجلات اللي هي 5 طن فما فوق. طيب لواء تحسين، يعني لو تحدثنا أكثر أيضا عن مدى التنسيق والتعاون الأمني بين جميع الأجهزة الأمنية أو فيما بينها، هذا من جهة، وما بين الأجهزة الأمنية والمفوضية الخاصة بالانتخابات أو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من جهة ثانية أيضا. تنسيق عالي كبير جدا وعمل كبير جدا قامت به أجهزتنا الأمنية مع كل الأخوان. العمل الكبير اللي يعتمد على تبادل وجهات النظر، التخطيط السليم، أدى وبنجاح ساحق إلى أن تستلم الأوامر وتطبق هذه الأوامر بكل مهنية بكل حرفية. سيدتي الكريمة، هذا التنسيق وهذا التخطيط لم يأتي الحقيقة اعتباطا، وإنما أتى عن طريق تخطيط لمدة 5 أشهر، عمل كبير، لجان كبيرة ذهبت وشاهدت وفحصت
قمنا بعملية أكثر من عملية لتحرير قطعاتنا، للقيام بمحاكاة، للقيام بإجراءات أمنية، مناورة بقطعاتنا. استطعنا من خلال هذه المناورة أن نخلق احتياط كبير جدا لقواتنا الأمنية. كل هذه الإجراءات وكل هذه الأمور استطعنا من خلالها أن نبني الثقة فيما بيننا وبين المواطن، بيننا وبين المفوضية، واستطعنا أن نخلق جو آمن، وأيضا أن نوصل رسالة بأننا كقوات أمنية استطعنا أن نطبق الاستحقاق الدستوري، نستلزم بالأوامر والتوجيهات والوصايا الصادرة. وهذا الحقيقة ما الحمد لله طبعا والشكر له ولقواتنا الأمنية البطلة ولكل أبنائنا من الشعب العراقي على إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري بهذه النتائج اللي بالتأكيد أسعدت كل العالم وبالذات الشعب العراقي. وجهودكم دائما مشكورة وتقدر لواء تحسين. إذن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة لواء تحسين الخفاجي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.